وطالبت عائلة الناشط نزار بنات الذي توفي أثناء اعتقاله من قبل أجهزة الأمن الفلسطينية السلطة الفلسطينية بالاعتراف بالجريمة وتحديد مرتكبيها ومحاسبتهم، وذلك خلال مؤتمر صحفي عقدته في مدينة الخليل المحتلة. أن تعترف بأن ما وقع جريمة يجب تحديد أطرافها، أن تقول ما حدث جريمة لا يكفي حدوث أن تعترف بأن هناك جريمة وقعت، إذن يجب تحديد أطراف هذه الجريمة من خلال لجنة حيادية موثوقة تتكون عناصرها من عناصر ومكونات ذات طابع حيادي أخلاقي، أمام الملأ تعلن أسماء مكونات هذه اللجنة.